وللمزيد حول حملة التستر التجاري معنا عبر الهاتف سعادة السيد عبد العزيز الأشرف الوكيل المساعد للموارد والخدمات بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة. أهلا بك سيد عبد العزيز. بداية يعني حدثنا عن ما هي الآثار السلبية التي ممكن أن يعني تترتب على التستر التجاري، وما هي أبرز المبادرات التي أطلقتموها لمكافحة التستر التجاري؟ طبعا الله يحفظك، الاثار السلبيه متعدده ومتعاقبه، وغادي تصل منها الى الجرائم ذات طبيعه جنائيه. ومن هذه الاثار للتستر التجاري على سبيل المثال مزاحمه المواطنين في اعمالهم بصوره غير مشروعه، مما يخلق منافسه غير عادله. واثنين اللي هو اغلب الارباح المحصله من التستر التجاري تحول الى الخارج المملكه دون الاستفادة منها في تنمية عجلة الاقتصاد الوطني، ووجود قضايا عديدة منها في المحاكم بسبب قيام الأجنبي المتستر عليه بالشراء والتعامل بالأجل ثم يترك النشاط أو السجل ويغادر البلاد، فتقع المسؤولية القانونية والمتطلبات على عاتق البحريني المتستر الغير مدرك عن تورطه في هذه المسألة. وإضافة لذلك زيادة الحالات في القش التجاري بسبب الخدمات منخفضة الجودة، مما يوقع الضرر بشكل حتمي على المنشآت، على المستهلك والتاجر نفسه. وغيرها من التأثيرات السلبية فيها التوظيف، طبعا بيكون الأجنبي بيوظف يعني من بني جنسه مساهم في العمالة الأجنبية، وزيادة البطالة في البلد، وكذلك التهرب الضريبي اللي هو راح يكون يعني مضرة على الاقتصاد الوطني. حسب الشق الثاني من سؤالك الله يحفظك، لماذا تحركت الجهود طبعا في هذه الفترة؟ فإن بتوجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظ الله ورعاه، في ديسمبر الماضي تم تدشين الحملة الوطنية الشاملة لمكافحة التستر التجاري، حيث تم رسم خارطة طريق واضحة شارك فيها العديد من الجهات المعنية لضمان حماية المواطن والمستثمر البحريني من أضرار التستر التجاري ومكافحة السجلات التجارية المؤجرة، من خلال اتخاذ كافة التدابير والإجراءات القانونية للحد منها والوقوف على التصحيح أوضاعها. نعم، أيضا ما هو الدور الملقى وما هي مسؤولية لنقل التاجر والمستهلك البحريني في مكافحة التستر التجاري، خصوصا إذا تحدثنا عن المستهلك، كيف ممكن الكشف عن هذا التستر التجاري وبالتالي الإبلاغ عنه؟ نعم، هو طبعا التاجر والمستهلك البحرين طرفين هامين في مكافحة التستر، ويحتم عليهم الواجب الوطني في التعامل مع الوزارة وغرفة التجارة كما ذكرت أخوي العزيز لتصحيح أوضاعهم فورا أو في دعم جهود الدولة في الكشف عنهم. وفي هذا الجانب نراهن على وعي المواطن البحريني ومسؤوليته الوطنية للاستفادة من هذه المرحلة الأولية بتصحيح وضعه، وذلك تجنب الإجراءات والعقوبات القانونية. ويعني اليوم نرى العديد والكثير من يعني ما يحس في النفس من المواطنين قاعدين يعانون في المحاكم وتم اتخاذ إجراءات ضدهم بسبب قلة الوعي في هذا الجانب. وختاما يا أخوي إذا تفضلت يعني إذا سمحت لي، نأمل من الجميع التعاون من المواطنين الكرام دعم الجهود الحكومية في مكافحة التستر التجاري ونجاح الحملة الوطنية من أجل القضاء على هذه الظاهرة بشكل نهائي وتحقيق الأهداف المرجوة منها. نعم، شكرا لك سيد عبد العزيز الأشراف الوكيل المساعد للموارد والخدمات بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، شكرا جزيلا لك.